بلعب بيها كده، فبحب امرر بيها جدا. زي باسكت بول بس اكبر شويه. أيوة، اكبر شويه. صغيرين صغيره جدا. صباح الفل عليكم. احنا النهارده هنتمرن بحاجه مختلفه شويه. يمكن في بعض الناس عارفينها وبعض الناس مش عارفينها. هي بتدعى سعرها قليل قوي في اي مكان، نقدر نغير بيها اسلوب تماريننا. اسمها السويس بول او الاستابيليتي بول. كوره لطيفه جدا نقدر نتمرن عليها شويه حاجات وتبعدنا عن اصابات، وفي نفس الوقت هي مسلية جدا وكيوت والله. يعني حاجه يعني ما تغيير. هنشوف دلوقتي الوان ايه. بصي جايبين الوان برضو الفرح عشان هي إيه بتحب عشان تبقى لايقه طبعا. النهارده هنعمل شويه تمارين بيها، يعني ان شاء الله تعجبكم. هنعمل اول تمرين ده هيعمل الفول بادي. اوكي، هنتمرن. هعمل حاجه تمرين للقطنيه وفي نفس الوقت للليجز وللابر بادي في نفس الوقت. هنزل همسك الكوره من هنا. طبعا طبعا طبعا، يعني اللي مش هيجيب الكوره دي يقدر يستخدم حاجات ثانيه بدلها كتيره، يعني يقدر ياخد اي وزن بسيط. واي تمرين هنعمله بالاوزان تقدروا تستخدموا ازايز الميه، بس تكون قد بعض. يعني لو كيلو ونص كيلو ونص، الزازه الكبيره دي تقريبا كيلو ونص. يعني حلو، همسك من النص هنا. بطني مشدوده قوي. ثانية ركبتي مش تانيين؟ ركبتي لا، ركبتي متنية. مظبوط، متنية. متنية ثانية بسيطة هنا. تمام، وبعدين هطلع لحد فوق وايدي بالراحة لحد فوق. ومفروضة ايدي مفروضة. وارجع تاني المس الأرض. 2 ايدي مفروضة مش كده؟ 3 ايدي مفروضة قوي. 4 last one. تمرين سهل نقدر نعمله الصبح، بيبعدنا عن اي اصابات، في نفس الوقت يشغل ماسل جروبس كتيره. التمرين الثاني هنتمرن عضله بتاعت عضلات الصدر او الشست. بس هنمسك اي وزن زي ما قلنا. انا اخترت الفرح عشان يبقى لايق طبعا. الالوان اهم حاجه في الحياه. وانا برضه على فكره اخترت نفسي لما نفسنت برضه اخترت الوان. صح، نفس الواني يعني. صح اهو. هنام على الكورة، بطني هتبقى مشدودة، وسطي فوق على قد ما اقدر. كل ما البالانس عندي هيبقى صعب، كل ما انا مخي بيتعلم وجسمي بيتعلم ان هو يزود الاتزان عنده. ممكن اوسع رجلي عن بعض شوية علشان احافظ على البالانس اكتر. اهم حاجة ان انا راسي ما توقعش لورا، راسي هتفضل زي ما هي لفوق لقدام لقدام. وبعدين هبدأ ازق. انا بفرد كوعي، انا كنت عاملاها كده. لا، المفروض افرد كوعي كده. 90 درجة. أوكي، الستارت بتاعي 90 درجة هنا. أوكي، يا رب فرح ما توقعش. ادي 1 ادي ان شاء الله. لا، 3 4 بطني مشدودة قوي، بفضي النفس وانا بزق. اند 5 التمرين اللي بعده هيبقى الحمد لله. الحمد لله عدت بالسلامة. التمرين اللي بعده تمرين لعضلات الكتف. عضلات الكتف يا خالص. لا ماشي. عضلات الكتف هنمسك برضو ازازتين او وزنين. اوكي، هشد بطني قوي، هاخد مسافة ما بين رجليا، وابدا اشتغل من ال 90 درجة من هنا. صح كده؟ هنا وشوية، وايديا دي تبقى 90 درجة برضو. اوكي، ايوه، وكويس يبقى قدام شوية. ثانك يو. يلا بينا. 1 2 بفرد ايدي للاخر ولا أيوة. قبل ال 4 5 3 كمان كمان. وطبعا ده بقى زي ميه زي ما قلت، مش لازم يعني دمبلز ولا حديد. كمان. انا وانا برفع ايدي بطلع النفس. كمان. لا ما هو كده. طيب كده مش كده، ما اتفقناش على كده يا كوتش. هتريحي. عندنا دلوقتي تمرين تاني. هنعمل تمرين للابس. من الحاجات المهمه جدا عندنا ان احنا نمرن عضلات الكور او الابس ورك اوت. عندنا التمرين دوت هنستخدم فيه الكوره. هيبقى لطيف برضه تقدروا تلعبوه مع اولادكم او تعملوه بالظبط. التمارين دي لذيذه ان هي ممكن مع الاطفال. انت ظهرك رجلك هنا وانا رجلي هنا. همسك الكورة برجلي وهنام خالص بالشكل ده. بعدين هبدأ أطلع لحد فوق. إيديا هتمسك الكورة ترجع تاني. طبعا لازم أنا ليا يعني سوابق مع الكورة دي. فرح كل مرة تلعب بكورة لازم تقع، مع إن هي من أكتر الناس اللي يعني البنات اللي شاطرين في لعب الكورة بصراحة. شفتهم مش عارفة ليه الكورة دي مستصداني يا كوتش. 4 مش عارفه انا بعمل صح ولا بعمل غلط. حاولي تفردي رجلك اكتر يا فرح.
كملي زي ما انتي. حاولي تفيدي رجليك اكتر. بس حاولي تقفلي برجليكي هنا، يعني من بره، من بره الكوره. من بره كوره؟ اوكي. هنا وهنا. ده بيشغل عضلات برضو الضمه بتاعت الرجلين، وبيعمل لك شويه تمارين. احنا عندنا من مجموعه من التمارين بالكوره كبيره جدا جدا، دي واحده من التمارين او دي بعض التمارين الاساسيه اللي هتساعدنا ان احنا نستخدم اي ادوات تخلي التمرين طبعا احنا ممتع شويه. انت هتكمل معايا عشان افضل انا النهارده اليوم طويل اتعلم انا تمرين. اتمرن بال اتعلم اتمرن بالكوره دي. انا بتمرن لحد ما اتمرن عليها من غير ما تقع. يعني هي طبعا لو جبناها كرة قدم بتقعد تتمرن بيها ثلاث ساعات عادي، احنا بيبقى شكلنا وحش قدامها بصراحة، بس هي هتمرن احنا شاطرين في دي بس. شكرا يا كوتش.